السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. إذا كنت من المتابعين الجدد أرجو منك الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، وأتمنى من حضراتكم عمل لايك للفيديو ليصل لأكثر من شخص، وأتمنى تتفاعل معي في التعليقات، وشكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. في الفيديو ده هنتكلم عن الدوري الاسباني، نتائج المباريات حتى اليوم السبت 15 فبراير 2020، وكذلك عن ترتيب الهدافين وترتيب فرق الدوري الاسباني بعد انتهاء الجوله 25. لسه ما انتهتش يا جماعه، فاضل لسه مباريات هتبقى يوم الاحد بعد انتهاء مباريات اليوم يعني. طيب، موناكو فازت على مونبلييه 1-0، عندنا اميان تعادلت مع باريس سان جيرمان 4-4، بوردو تعادلت مع ديجون 2-2، نانت تعادلت مع ميدز 0-0، نيس فازت على تولوز 2-0، أنجيا فازت على آسف نيم فازت على أنجيا 1-0. الآن نتعرض إلى أو نتعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي. بالنسبة لترتيب فرق الدوري الفرنسي بعد مباريات اليوم في الجولة 25، عندنا باريس سان جيرمان في المركز الأول ب 62 نقطة، مارسيليا هتلعب لسه بكرة في المركز الثاني ب 49 نقطة، رين في المركز الثالث ب 41 نقطة، ليل في المركز الرابع ب 40 نقطة، موناكو في المركز الخامس ب 38 نقطة، مونبلييه في المركز السادس ب 37 نقطة، ستراسبورج في المركز السابع ب 36 نقطة، نيس في المركز الثامن ب 36 نقطة، وبوردو في المركز التاسع ب 35 نقطة، نانت في المركز العاشر ب 34 نقطة، ليون في المركز الحادي عشر ب 33 نقطة، ستاد ريمس في المركز الثاني عشر ب 33 نقطة، بريست في المركز الثالث عشر ب 30 نقطة، أنجيا في مركز الرابع عشر ب 30 نقطة، ميتز في مركز الخامس عشر ب 28 نقطة، سانت تيان مركز السادس عشر ب 28 نقطة، نيم في مركز السابع عشر ب 27 نقطة، ديجون في مركز الثامن عشر ب 26 نقطة، وأميان في مركز التاسع عشر ب 21 نقطة، وتولوز في المركز العشرين والأخير ب 13 نقطة. أما ترتيب الهدافين فيأتي وسام بن يدر لاعب موناكو في المركز الأول ب 16 هدف، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثاني ب 15 هدف، موسى ديمبلي لاعب ليون في المركز الثالث ب 13 هدف، ومعه نيمار دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وفي المركز الرابع حبيب ديالو لاعب ميتز ب 12 هدف، مركز ايضا الرابع فيكتور اوسيمين لاعب ليل ب 12 هدف ايضا، مركز الخامس ماورو ايكاردي لاعب باريس سان جيرمان ب 11 هدف، مركز السادس اندي دي لورد لاعب مونبلي ب 9 اهداف، ومعه اسلام سليماني لاعب موناكو، ومنفس ديباي لاعب ليون. مركز السابع انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان ب 8 اهداف، ومعه ديمتري بايت لاعب مارسيليا ودينيس بوانغا لاعب سانت تيان، وكاسبر دولبرغ لاعب نيس، ولودوفيك اوجريك لاعب ستراسبورغ، وسيرهو غيراسي لاعب اميان. مركز الثامن داريو بنيديتو لاعب مارسيليا ب 7 اهداف، ومباي نيانغ لاعب رين، وويلان سيبريان لاعب نيس، وادريان توماسون لاعب ستراسبورغ. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المتابعه، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي وترتيب فرق الدوري الفرنسي وكذلك نتائج مباريات اليوم السبت 15 فبراير 2020. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.